مع تواصل العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة، بقى في مخاوف من حصول ارتفاع كبير لأسعار النفط بسبب تأثر الإمدادات، وابتدت مؤسسات الدولة تحط سيناريوهات لتأثير الحرب على أسواق النفط سواء في الشرق الأوسط أو على مستوى العالم. تعالوا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أسعار الغاز والنفط عالميا، وإزاي الحرب على غزة ممكن تغير معادلات أسواق النفط والغاز بشكل كبير جدا. معانا الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. حابين بداية نتعرف على آثار حرب غزة على سوق النفط والغاز في العالم. قبل الحرب كنا شايفين طبعا الحرب الروسية الأوكرانية، انخفاض تصدير أو الإنتاج من دول كبرى زي السعودية، طلبات أكثر على سوق النفط والغاز. حرب غزة ممكن تعمل إيه؟ هو الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت، يجب أن نبدأ بأنه العالم في خلال الخمس سنوات الأخيرة وبعد أن بدأ يستفيق من تداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا اللي أدت الحقيقة لارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، حتى بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا أواخر فبراير من العام الماضي اللي أخذت الحقيقة حيز من القلق الاقتصادي العالمي، ولم تكن طبعا منطقة الشرق الأوسط وبالتالي مصر بعيدة عن تلك التأثيرات. استمرت المعاناة طبعا مع بداية الحرب بين حماس وإسرائيل، وهناك مخاوف كبيرة جدا من استمرارها أولا واتساعها إقليميا. بمجرد ما بدأت الأزمة ارتفعت أسعار الغاز بمقدار الثلث مباشرة. ده كان عبر منصة تداول عقود الغاز TTF، هي المؤشر الأوروبي الحقيقة للغاز الطبيعي، وارتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من 11 دولار إلى 17 دولار. هناك أيضا مخاوف من ارتفاع أسعار النفط. صحيح. بعد أن وصل سعر برميل خام برنت إلى 94 دولار للبرميل خلال شهر سبتمبر الماضي، ثم تراجع إلى 84 مليار دولار وبدأت الدنيا يعني والعالم يستفيق، عاود الارتفاع مرة أخرى عقب الحرب بين حماس وإسرائيل ووصل إلى 90 دولار للبرميل، بالطبع مع حالة عدم استقرار واضحة في أسعار النفط العالمية. نيجي بقى لمصر ومدى التأثير عليها من ارتفاع الأسعار. بشكل مباشر مع ارتفاع سعر برميل النفط بقيمة دولار واحد عن السعر المعتمد في الموازنة العامة واللي هو 80 دولار، تحتاج الموازنة إلى 3 مليار جنيه لتوفير الاحتياجات المحلية مع كل ارتفاع بمقدار دولار واحد. يعني الدولار يساوي 3 مليار جنيه من ميزانية الدولة، صح كده؟ بنحتاج مع الارتفاع انا راح احتاج زيادة عن 80 دولار، بحتاج الى 3 مليار جنيه. الحقيقة هنا يجب ان نشير بقى انه زي ما قلنا انه اسعار الغاز ايضا ارتفعت، لكن الحمد لله احنا عندنا حققنا الاكتفاء الذاتي، ولكن الحقيقة في الفترة الأخيرة كان في بعض التقصير في الانتاج، وده طبعا مع ارتباط مصر بعقود تصدير، فهنا بدات حكايه ان بدات الكهرباء والكلام ده. لكن يجب ان نشير الى انه لولا ان حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لكنا تعرضنا لازمه اقتصاديه كبيره جدا، لأنه مع الأزمات المتكررة لأسواق النفط والغاز كنا بنستورد بما قيمته 3 مليار دولار سنويا لتوفير احتياجاتنا من الغاز الطبيعي. ده كان قبل
عام 2018 مع الأزمات العالمية بقى اللي أنا أشرت إليها خلال الخمس سنوات الأخيرة، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفع سعر الألف متر مكعب من الغاز الطبيعي من 200 دولار إلى حوالي 1500 دولار، وبفضل الله احنا تجنبنا ذلك بفضل تحقيق الحقيقة مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. سواء إسرائيل سواء فلسطين الاثنين مش من كبار منتجي النفط بصفة عامة، وفي نفس الوقت يعني نقدر نقول ان أوروبا بتستعد لشتاء آخر من غير النفط الروسي بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، نقدر نقول عواقب طول مدة فترة الحرب اللي أعلنتها إسرائيل على فلسطين أو على إخواننا في غزة هتكون إيه على أسواق النفط؟ زي ما حضرتك أشرتي طبعا، مش منطقة الشرق الأوسط بشكل عام بتصدر حوالي، يعني إسرائيل بتصدر حوالي 7 مليون طن صدرت عام 2022، مصر صدرت حوالي 5 مليون طن، احتياجات أوروبا حوالي 96 مليون طن. الاحتياجات العالمية وتداول الغاز عالميا 400 مليون طن. لذلك احنا بنؤثر، او منطقة شرق المتوسط لها تأثير، ولكن لها تأثير الحقيقة تأثير محدود. ولكن أوروبا فعلا بتحتاج إلى تلك الكميات المحدودة، بدليل أنه وقعت المفوضية الأوروبية مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن توريد الغاز الإسرائيلي للاتحاد الأوروبي عبر البنية التحتية المصرية. إذن أوروبا بتبحث عن أي مصدر بديل للغاز. صحيح. ومع توقعات الحقيقة شتاء قارس قادم، الأزمة الحقيقة بتتفاقم. صحيح. إذا استمرت الأزمة أيضا هناك مخاوف، مش موضوع ارتفاع أسعار الطاقة فقط، ولكن أسعار النقل والشحن ده برضو بتتأثر. صحيح. بشكل كبير، لأنه منطقة شرق المتوسط منطقة جغرافية هامة جدا لتداول. صحيح. التجارة العالمية. صحيح. يعني كل يوم مع بداية الحرب دكتور رمضان في مخاوف متزايدة من يعني توسيع رقعة الصراع زي ما بيقولوا في المنطقة، إيران، منطقة الخليج تحديدا. احنا بنتكلم على خمس إنتاج النفط من العالم بيخرج من منطقة الخليج وبيمر من مضيق هرمز، المنطقة متوترة. الحديث عن إيران، الحديث كمان بالأمس شفنا صواريخ أطلقت من الحوثيين على إسرائيل. المتغيرات دي إلى أي مدى ممكن تؤثر على أسواق النفط والغاز؟ الحقيقة حضرتك طبعا أشرت إشارة مهمة جدا، اتساع نطاق الأزمة الحالية سوف يؤدي بشكل مباشر إلى ركود اقتصادي عالمي وانخفاض وارتفاع معدلات التضخم. والحقيقة العالم بيعاني وعايز يستفيق من الأحداث اللي احنا ذكرناها. لذلك أنا شخصيا بتوقع أنه سوف يكون هناك موقف عالمي للسيطرة على تلك الأزمة ومحاولة وقف إطلاق النار يعني بشكل صحيح. هيبقى يعني هو اتأخر كثيرا يعني، إنما لازم هيبقى، ده توقعاتي الشخصية، هيكون في قرار دولي بوقف إطلاق النار واحتواء الأزمة وعدم اتساعها، لأنه لن يتحمل العالم المزيد من الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات وده اللي احنا بننتظره ان شاء الله خلال الايام القادمه. لن يتحمل العالم المزيد من الركود الاقتصادي، ولن يتحمل الماساه الانسانيه اللي احنا بنشوفها للاسف يوم ورا يوم ولحظه بعد لحظه في قطاع غزه. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور رمضان ابو العلا، استاذ هندسه البترول وخبير الطاقه الدولي.